السلام عليكم. لدي لكم أهم ميزات إصدار iOS أو إصدار تحديث iOS 17 من أبل. 15 ميزة، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. الكل انتظر بفارغ الصبر ليرى المميزات التي سيجلبها إصدار iOS 17 الجديد، وهي بالفعل رهيبة ونالت إعجاب الجميع. في هذا الفيديو جمعت لكم 15 ميزة جديدة في إصدار iOS الجديد. تألق مؤتمر أبل للمطورين WWDC لهذه السنة بكامل المفاجآت المميزة، حيث كشفت فيه الشركة عن أمور مذهلة: معالج قوي بقدرات رهيبة، ماك بوك إير بنحافة مذهلة، ماك برو وحش العمل الثقيل، وماك ستوديو يرعب كل صانع محتوى. لكن كل هذا لم يخطف الضوء عن التحديث الجديد iOS 17. مميزات إصدار iOS 17 الجديد: الميزة الأولى، تخصيص نافذة المكالمات. الآن مع iOS 17 عند استقبال مكالمة لن يتم تعريف المتصل بالاسم فقط أو بصورة شخصية، بل بالبوستر كامل يمكنك تخصيصه مسبقا بخلفية أو بصورة أو إيموجي خاصة بالمتصل. يمكن تخصيص خلفية جهات الاتصال تماما كما لو أنك تخصص صفحة قفل الشاشة أو قفل الشاشة الخاصة بك، والخلفية لن تتوقف فقط بالظهور في حالة الاتصال بل تمتد حتى للصفحة الخاصة بجهة الاتصال. هكذا سيكون أسهل للمستخدم التعرف على المتصل حتى لو كان الهاتف بعيد عنه ولا يستطيع قراءة اسم المتصل. ثانيا، البريد الصوتي الحي. يحدث كثيرا أن يتصل عليك رقم غريب أو حتى صديق لك وتريد معرفة نية المتصل أو سبب الاتصال دون الرد لضيق الوقت أو تفاديا لأي إحراج. مع ميزة البريد الصوتي المباشر ستظهر رسالة المتصل الصوتية في العلبة في الوقت الفعلي، وعندها يمكنك الاختيار إما الرد على المكالمة أو تركها. الرسالة الحية لن تسمعها فقط بصوت المخاطب بل حتى تتحول إلى نص يكتب في الوقت الفعلي إن لم يكن الوقت وضع يسمح بتشغيل الصوت. مع هذه الميزة قل وداعا لإحراج مع دعوات الأصدقاء للخروج في وقت لا يسمح. ثالثا، تطبيق جورنال. ليس هناك أفضل من تدوين اليوميات لتذكر أفضل اللحظات. تطبيق جورنال الجديد في إصدار iOS 17 يعطيك فرصة تدوين اليوميات بطريقة عصرية ومميزة لم يسبق أن عشتها من قبل. التطبيق له صلاحية الدخول للصور وتذكيرك بصور مميزة، ليس فقط ذلك بل حتى بالمواقع مع تيمات خاصة واقتراحات ذكية بإضافة أغاني ومواقع وصور إضافية تحت الثيم واحد يعبر عن الذكرى المرادة الكتابة عليها وليساعدك على البدء. سيطرح عليك التطبيق أسئلة نموذجية للبدء في الاسترسال والتعبير بكل راحة. يمكنك حتى جدولة التطبيق ليرسل إشعارات تذكرك بكتابة يومياتك. رابعا، ستاند باي. ميزة مستوحاة من الأبل واتش، قم بوضع الهاتف على حامل في الليل أو أثناء الشحن وستظهر المعلومات الضرورية كالساعة والتقويم بطريقة مميزة أشبه بساعة مكتبية. شكل التوقيت يتغير بأشكال وتيمات مختلفة، يمكنك حتى الاستعانة بالوايدجت وصور عشوائية لأفضل ما التقطته كاميرا جهازك. الميزة أيضا ستستعين بتيم أحمر ليريح عيونك ويساعدك على النوم. خامسا، الملصقات. فضلا عن التصميم الجديد والجميل لتطبيق iMessage، تم العمل بشكل مكثف على خاصية الملصقات عند الضغط على الأيقونة اليسرى الموجودة في صندوق الكتابة. اضغط على أيقونة الملصقات وستجد درجا يعج بالملصقات اللطيفة والفريدة من نوعها. يوجد كذلك جميع الوجوه التعبيرية محولة للملصقات. سادسا، AirDrop. أبل سهلت عملية تبادل الأرقام عبر ميزة النيم دروب. إن كنت مع صديق وأردتم تبادل وسيلة اتصال سواء رقم هاتف أو بريد إلكتروني، يكفي فقط وضع جهازين بجانب بعضهما أو فوق بعضهما والأير دروب سيقوم بالعملية. هذه الميزة تعمل سواء لأجهزة الآيفون أو ساعات أبل واتش ولإرسال الصور قم بنفس العملية. سابعا، تحسينات سريعة في تطبيق الرسائل.
تصفح تطبيق رسائل أصبح أو تصفح تطبيق رسائل أصبح أسهل. يمكنك البحث عن أي رسالة ببساطة عبر كتابة قواعد تحصر حيز أو تحصر حيز البحث في المحادثات الجماعية. اقفز مباشرة للرسالة الأولى بخطوة واحدة إن لم تقرأها بعد، وللرد على أي محادثة قم بالإيماءات واكتب رسالتك بسرعة. ثامنا، تنقل بأمان. نبع الحنان يبقى بالها منشغل دائما وأنت في الخارج مع خاصية تشيك إن الجديدة في تطبيق ميسجز. يمكن لشخص محادثه أو يعني تحادثه أنت أن يرى تحركك نحو الاتجاه المطلوب وتقدمك في طريقك ولو توقفت لمدة عن التواصل. يمكن للميزة إرسال معلومات كفيلة للمساعدة والاطمئنان عليك على الأقل، مثل نسبة البطارية أو موقعك الحالي أو حالة البيانات لديك، وبطبيعة الحال كل هذه المعلومات مشفرة من طرف لطرف وآمنة. تاسعا، تحويل الرسائل الصوتية إلى نص. كم مرة توصلت برسالة صوتية عبر اي مسج ولم تسمح لك البيء المتواجد فيها بسماع رسالة؟ الآن تطبيق الرسائل الخاص بآيفون سيخدمك ويحول لك الرسالة الصوتية إلى نص بكل سرعة ودقة دون أي أخطاء. يكفي فقط التأشير على الرسالة الصوتية والضغط على خيار وستبدأ الكلمات تظهر بشكل انسيابي. عاشرا، فيس تايم. أبل أخيرا تطلق خاصية يعني كثرة هذه الخاصية كثر الطلب عليها وطال انتظارها من قبل الجماهير في الاي او اس 17. تطبيق فيس تايم لم يصبح فقط تطبيق إجراء مكالمات مرئية مباشرة، يمكن الآن ترك رسالة مرئية بالفيديو لأصدقائك يتوصلون بها دون الحاجة لاتصال مباشر من طرف لطرف. الميزة 11 أو 11، المصحح التلقائي. ميزة المصحح في لوحة مفاتيح الآيفون أصبحت أذكى وأكثر عملية مع الآي أو إس 17. عند كتابة كلمة والمصحح عدلها وأردت العودة إليها، فقط قم بالضغط على الكلمة وستظهر تلك التي كتبتها أنت. المصحح سيتنبأ بما ستكتبه وسيكمل بشكل تلقائي الكلمة أو حتى جملة بأكملها، وطبعا ذلك بناء على كتابتك السابقة. إن كان التنبؤ الصحيح فقط اضغط على مساقه وسيكمل هو العبارة. في المرتبة 12، الإملاك. عملية الإملاء في لوحة المفاتيح هي الأخرى خضعت لتحسينات متطورة وأصبحت ودودة للمستخدم وتفهم ما يريد كتابته بدقة أعلى بنسبة خطأ أقل بفضل معالج أبل المدمج. 13، الخرائط. لا حاجة الآن لشبكة تصفح أي خريطة ضرورية. أبل الآن تمنح لك الصلاحية لتحميل أي خريطة من خرائط التطبيق وتصفحها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. 14، سيري. المساعد الصوتي بدوره خضع لبعض التحسينات الطفيفة في إطار سهولة الاستخدام والسرعة في الأداء. اي او اس 17 لن يفرض عليك قول مرحبا سيري لتسألها عن شيء، يكفي فقط قول سيري بدلا من هاي سيري، ولكن تحتاج لتكرارها في كل مرة عند تكملة الحديث معها. المحادثة تبقى مفتوحة حتى تنتهي. 15، ألبوم لحيوانك الأليف. تطبيق الصور سابقا كان يتعرف بذكاء على الشخصيات الموجودة بالصور وبشكل تلقائي وذكي يخصص ألبومات لها. إصدار الآي أو إس 17 الآن سيتعرف حتى على حيوانتك الأليفة في الصور ويخصص لها ألبومات تماما كما يفعل مع الإنسان. كانت أعزائي الكرام هذه 15 ميزة جديدة في الآي أو إس. إصدار البيتا التجريبي سيكون متاح لمطورين بالفعل الآن، أما النسخة التجريبية العامة ستكون متاحة شهر يوليو القادم، في حين النسخة الرسمية ستتوفر للمستخدمين إن شاء الله ابتداء من شهر سبتمبر أو هذا الخريف. إذن شاركنا انطباعك حول إصدار الآي أو إس 17 الجديد من النظام، وهل كان عند حسن ظنك، وهل سيكون أندرويد 14 القادم من جوجل قادرا على منافسته في المميزات والتحسينات؟ تعليقاتكم أعزائي الكرام، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.